وسط الاحتجاجات الواسعة ضد نتنياهو وحكومته والدعوات الكبيرة لإضراب عام، يظهر حزب شاس الإسرائيلي في الصورة مطالبا بتشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة في إسرائيل بحسب تقارير. فما هو هذا الحزب وما مدى تأثيره وثقله السياسي؟ حزب شاس هو حزب لليهود الشرقيين المتدينين أو السفرديم، تأسس عام 84 بسبب تنامي التمييز بين اليهود الشرقيين أو السفرديم واليهود الغربيين أو الأشكناز. لذا أنشئ حزب شاس على يد حاخام يهودي وأصبح له مجلس ديني وآخر سياسي. من الناحية الدينية فهو حزب ديني أكثر منه سياسياً، يصفه البعض بالمتشدد ويعتمد بعض المبادئ ويحرم التحاق الفتيات بالجيش. أهم مبادئه هي صبغ مؤسسات الدولة بالصبغة الدينية اليهودية ومنع التمييز الديني والاهتمام بالشعائر الدينية واتباع نهج أو طريق حاخامات السفرديم حسب الميراث اليهودي الشرقي. لذا يمثل القوة الدينية الفاعلة والأولى بأغلب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. من الناحية السياسية فأهم ما يمنحه من قوة تأثير هي قاعدته الانتخابية العريضة من يهود السفرديم، لدرجة أنها تمكنه من خطف حقائب وزارية كاملة كوزارات العمل والداخلية وشؤون القدس والصحة. أما مواقفه السياسية من القضية الفلسطينية فتظهر من خلال رفضه إجراء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في كامب ديفيد عام 2000 ومعارضته خطة الانسحاب من قطاع غزة في 2005.